اولا برحيل الجفان يكون جيل بدا يرحل كله، هذا الجيل اللي خلص لهذه المهنه، عطاها من ذاته، عطاها من حياته. هذا الجيل تعب في مهنته، ما خداش الجزاء ديالو، ولكن يعني تيبقى جيل اللي احترم المهنه وجيل اللي خلص ليها. والجفان كان واحد من هذا الجيل اللي منهم محمد بن عبد السلام البوكيلي، رشيد الصباحي، بن عيسى حجي، بن عيسى الفاسي الله يرحمه، جيل الان كله الان يرحل، فما كايناش العنايه وما اعتنى بهم حد، وبقاو تيموتوا كالاشجار واقفين كالاشجار. اليوم يرحلون في صمت مع كامل الاسف ان الجفان يرحل ولا حضور متميز يرافقه الى متواه الاخير. نتمنى له المغفره ونتمنى له الغفران. المصاب جلال والخطب جسيم، ولا نقول الا ما يرضي الله. حقيقه محمد جفان لم يكن زميلا فقط، كان صديقا بل اخا، وانا بصفه خاصه انا وعد بالله من قلت انا كنحس انني يعني فقدت شي حاجه من عضو من الاعضاء ديالي، حيث جفان نهار اللي دخلت الاذاعه من بعد الطفوله ديالي الاذاعيه ودخلت البرامج وجدته احد احد الاوائل الذين ساندوني حتى اصل الى هذه المرحله اللي وصلتها. يعني اذا وصلت هذه المرحله هناك مجموعه ديال الناس عاونوني، من في مقدمتهم السي محمد جفان. عاوني اولا كصديق، كنا نكاد لا نفترق بعد مجموعه السنوات، وعاوني ايضا في المهنه لما كنت كنحتاج شي حاجه. حقيقة السنوات يعني مع طول السنوات فرقتنا الأيام، ولكن مع ذلك دائما كنا نشعر ببعضنا. شخصية محمد جفان رسخة في الذاكرة ديال كل الزملاء بالإذاعة الوطنية. 42 سنة من العطاء، 42 سنة من الإبداع، 42 سنة من العلاقات الطيبة، فهو أخلاق ديالو عالية جدا، ما كتسمع منه إلا نعم سيدي، نعم لالا. تعامله مع الجميع كان متواضع، وكان تعامله جيد مع كل الزملاء سواء كان صحفي أو لما كان مسؤول، فكان نفس التعامل. محمد جفان اللي علمني واحد المجموعة ديال أعطاني مجموعة ديال المفاتيح ديال العمل الإذاعي واللي عليها اعتمدت، وهو من الشخصيات اللي ما يخبيش عليك داكشي اللي عنده يوريه لك. محمد جفان كما قلت اخلاق عاليه ومهني وحريفي. لما كنقولوا محمد الجفان ما كنقولوش على الصعيد الوطني بل على الصعيد العربي. محمد الجفان كل المغاربه كيعرفوه. محمد الجفان حضوره في القناه الام بي سي بتقديم الاخبار خلات كل العرب كيظنوا بان هذا اللي كيقرا الاخبار راه ماشي راه من اما من لبنان ولا من مصر ولا من بلد، فاذا به كيتفاجئوا بانه اللي كيقرا الاخبار راه مغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. لكل كتاب اجل. يعني اش يمكننا نقولوا في هذه اللحظه، وحنا كنودعوا صديق، كنودعوا اخ، اعطى الكثير للاصدقاء، واعطى كثير للمجال الاعلامي بالاذاعه الوطنيه، واعطى الكثير ايضا للمذيع المحترم في الشاشه العربيه الام بي سي. الا اننا نقول له انا لله وانا اليه راجعون، ونسال له المغفره ان شاء الله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بالفعل كنفقدوا كنفقدوا كنفقدوا، ولكن هذه سنة الحياة. لكن الجفان الإنسان الطيب، الإنسان اللي باصم موقعه داخل الإذاعة الوطنية، ماشي بسهولة يمكننا ننساوه، لأنه حاضر معنا في برامجنا، في سفريتنا، وفي حياتنا ككل. تعازينا الحارة في رائد من رواد الإعلام ببلادنا، إنه المرحوم محمد
الجفان، هذا الرجل الهرم، هذا الرجل الذي لا تفارق الابتسامة محياه، دائما مبتسم، دائما متفائل. الكل حزن لفراق هذا الرجل. باسم جميع الفنانين نعزي في وفاته ونعزي أسرته الصغيرة والكبيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. محمد الجفان من الأطر الإذاعية الكبيرة اللي كان فقدوا في هذا النهار الحزين، وعشر أجيال من الناس المستمعين والمستمعات اللي تبعوه، ومن الصحفيين، وكان منشط وبرامج سياسية اجتماعية مباشرة. حزن كبير في الإذاعة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الموت علينا حق، والإنسان ما يمكنش يوقف أمام قضاء الله وقدره. الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع المسلمين. سي محمد الجفان كان مدرسة بحق، يعني على جميع المستويات، كان مثال ديال المهنية واللي كيشهد له بها الجميع، وكان أستاذ ديالنا الجيل ديالي، أنا كان أستاذ ديالنا، كان مثال ديال الأخلاق، ديال الطيبوبة وديال الصراحة التي لم تكن تجرح أحد. تعلمنا معه الشيء الكثير، خصوصا هذه القيم الإنسانية النبيلة اللي ما أحوجنا لها اليوم. بين أيديهم سدر ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم يردهم أم لا تدرهم لا يؤمنون. أولا السي محمد الجفان من الأطر اللي فقدت الساحة الإعلامية الوطنية، وخاصة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. فالتجربة ديالو ماشي على الصعيد الوطني بل على الصعيد العربي، الكل شيء كيشهد له بها. فحقيقة هذا اليوم الساحة الإعلامية فقدت واحد من الرموز ديالها اللي هو السي محمد الجفان الله يرحمه. وبهذه المناسبة كرئيس منتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كنقدم التعازي ديال الحارة للأسرة الصغيرة ديال الفقيد، وكذلك الأسرة الإعلامية الكبيرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.